مساء النور والهنا على أحلى جمهورنا. قبل ما نبدأ ياريت نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنسوش تدعموني باللايك والكومنت الحلو. ويلا بسرعة بسرعة ندخل ونشوف قصتنا النهاردة بتتكلم عن إيه. هي جماعة، مين اللي سرق الأكل اللي كان هنا على الكومودينو بتاعي؟ إحنا في معسكر جيش مش في الشارع علشان يحصل كده، مش عارف. وأنا كمان أكل اتسرق، بس الغريبة إن اللي بيسرق أكل بس، مفيش حد بيسرق فلوس. الموضوع ده شكله كتير قوي، شكله كده حد بيجي جعان. بس معقولة يعني هيجي ياكل الأكل ده كله في ليلة واحدة؟ مش عارف يا أدهم، بس أكيد اللي بيسرق ده حد غلبان. بصوا إحنا نراقبه بكرة ونشوف كده هو مين، ونحاول إننا نساعده بدل ما يبقى حرامي كده على طول، نخليه يتوب عن أفعاله دي. إيه اللي بتقوله ده يا محمود؟ يتوب؟ يتوب مين؟ ده أنا هعلقه وأخليه عبر المعسكر كله. تاني يوم عملوا نفسهم نايمين لحد ما كلهم راحوا في النوم، وما فيش حد دخل لحد ما بقت الساعة 5 الصبح. قام أدهم يلعب بموبايله وهو الآن فجأة سمع صوت خرفشة برا، عامل نفسه نايم هو رباني. فضل مركز لحد ما شاف حد دخل جنبه وقرب من الكومودينو، فتح عيني شاف واحد لابس هدوم جيش. وقتها حط ايده على ايد الحرامي. فجأة سمع صوت صرخة بنت. أدهم قال انت مين؟ ولا انت مين؟ انا شدت ايدها من ايده وخرجت تجري على برا، وهو قام يجري وراها لحد ما وقعت. راح مسكها من هدومها وقال انت ايه بالظبط؟ بنت ولا ايه؟ وقفت قدامه وقلعت الكم من على راسها. وقتها شعرها نزل على ظهرها، راحت قايله له انا بنت. بنت ازاي ولابسه كده ليه؟ وايه اللي ملبسك الهدوم دي؟ انت جايبه الهدوم دي منين؟ انا بجا من عرب سينا، انا برع الغنمات لجيراننا مقابل فلوس، وباخدها علشان اجيب بها العلاج لاخوي، وباجي اخد الوكل منكم علشان اوكل اخوي الصغير. وانا في يوم كنت ماشيه بالغنمات لحد ما لقيت الخلجات دي على الارض، اخدتهم عم الاقي صاحبهم، وبعدها ما لقيتوش فقلت اشتغل بها واخد الوكل من عنديكم لاخوي. اسمك ايه يا شطره؟ أنا اسمي أمنة بنت الحاج مرزوق الله يرحمه. تعرفي إنك جميلة أوي يا أمنة. اتحشم يا ولد، عيب تقولك ده. أمال أنا ماشية وخلاص، أنا ما عدتش هاجي هنا خالص واخد وكلة تاني. استني بس، هو أنت ما عندكش أي مصدر تجيبي أكل بيه؟ يعني الفلوس اللي بتاخديها ما بتقضكيش علشان تشتري الأكل؟ لا ما بتقدنيش، دي يدوبك بس بجيب بها العلاج بالعافية، وبعدها ما بلاقيش وكلة خالص ناكل أنا وأخوي. خلاص انا جالي فكره، احنا ممكن نخليكي تطبخي لنا الاكل كل يوم وتجيبه لنا لحد عندنا، وتاخدي اللي يكفيكي انت واخوكي منه، والباقي تجيبي لي انا والدفعه بتاعتي. ها ايه رايك؟ فكره زينه من رجال زين. تسلمي، ده من ذوقك. بس استني كده، انت ازاي لابسه هدوم راجل وانت بالجمال ده كله؟ ده غير بقك باين جدا انه بنت. ما خفتيش انه يبان ويعرفنا انك بنت؟ لا ما انا ما بخافش خالص، انا واثقه في حالي قوي لدرجه اني واقفه حالا قدامك. هو انت اسمك ايه قلتي لي؟ لا انا ما قلتش اسم واصل، انا امنة. وين هنا دي يما؟ انت هتعمل كيف ما بيعملوا فيا بنات القبيله؟ بيقعدوا يقولوا لي الكلمه دي لدرجه انها متعرف من هي هنا دي اللي بيتكلموا عليها. لا ما تاخدش في بالك، دي واحده كده. المهم انا هلم فلوس من الدفعه كلها وهديك الفلوس دي علشان تجيبي بهم الاكل وتبتدي بقى تعمل لنا الاكل. عايزه اجرب الاكل بتاعكم يا شيخ العرب. انت تقصد ننا بشيخ العرب ولا عاوز تسال عن مكان شيخ العرب؟ لا 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 ما تاخدش في بالك، المهم زي ما اتفقنا، بصي على الساعة 12 كده تيجي واحنا هندي لك الفلوس اللي هتبتدي بيهم تعمل الأكل. بس ابوس ايدك ما تتأخرش علينا بالأكل. ماشي لا تقلق، أنا أمنة وأنا أقدر أخلص الوقت في أقل من ساعة. متأكدة؟ نعم يا ولد الخالة. قلت لا تقلق، أوعى تيجي بالهدوم دي هنا تاني، ده فيها مصيبة كبيرة. زين يا ولد الخالة، أنا هروح حالا وهرجع لك بعد كام ساعة. مشيت أمنة، وبعد كام ساعة أدهم قال اللي مش هيدفع والله ما هيدوق لقمة صغيرة من الأكل. محمود قال أنا مش هدفع علشان أنا مش وثق في الكلام ده. هو أنا هدفع؟ اتفضل يا أدهم، مع إني خايف والله. خد يا أدهم ربنا يستر. أحمد ومحمد دفعوا الفلوس، والمعسكر كله دفع الفلوس إلا محمود، لحد ما سمع صوت تصفيق برا. الضابط قال هو مين اللي بيسقف برا ده؟ دي واحدة من العرب هتعمل لنا أكل يا باشا، احنا بنلم فلوس علشان ندهلها تعمل لنا أكل عربوي بقى وكده. تمام تمام يا أدهم، أنا هشترك معاكم. عاوز كام؟ إيه لا بلاش انت يا باشا، أنا مش قد ساعتك لو طلعت نصابة. يعني انت هتخليها تعمل لك الأكل وانت مش واثق فيها؟ فجأة سمع صوتها بتقول يا ولد الخالة أنا جيت. ده عرب غوية صحيح. تمام خد 200 جنيه اهو واما نشوف هناكل ايه بقى على كده. خرج ادهم بالفلوس وهو بيعدهم لحد ما سمع صوتها بتقول كيفك يا ولد الخاله. رفع ادهم راسه علشان يرد عليها وهو مبتسم. اول ما شافها
تنح في جمالها وقال: ايه ده الجمال العيون دي؟ وايه الكحل اللي فانك دي؟ ده الكحل اللي فانك هيتكلم من جمالهم ويقول: الله يا ولد الخالة، انا جديها اقول ان حديثك معي منو زين، اتحدث معي باحترام. تمام، حصل خير، انا اسف يا ستي. المهم انا لميت 2500 جنيههم دول، يا ربي يكفوا الاكل. لا تقلق، هيكفوا ويزيد، لا تقلق. ماشي يا امنه، خديهم وتوكل على الله علشان ما تتأخرش عليا. قلت لا تقلق لا تقلق. أخدت أمنة الفلوس ومشيت من قدامه، وهو دخل المعسكر. عدى ساعة واثنين وثلاثة لحد ما المغرب أذنت. وقتها الضابط قال: فين الأكل يا أدهم؟ لا تقلق لا تقلق. والله يا باشا هو على كده من العصر، كل ما حد يجي يسأله فين الأكل يا أدهم يقول له لا تقلق لا تقلق. الظاهر كده الحرامية طلعت كمان نصابة. هي حرامية ازاي؟ ايه اللي حصل؟ مفيش يا باشا، ده محمود بيهزر، علشان يعني انا بقول له انها سرقت قلبه على طول من اول ما شفتها. ايه ده، هو انت بتعقد على طول ولا علشان بقالك زمان ما شفتش بنات؟ يعني لعلمك البنات اللي موجودين في بلدك امرت عنها، بس علشان بقالك فترة مش بتنزل القاهرة. بس فجأة سمع صوتها بتقول: يا ولد الخالة انا جيت. ادهم قام وقف بفرحة وقال: انا مش قلت لكم لا تقلقوا؟ اهو الاكل وصل وانتوا كنتوا ظالمينها. يلا تعالوا معايا علشان تشيلوا منها الأكل بعد إذنك يا باشا. خرجوا كلهم بره ووقفوا قدامها وهي بتنزل الأكل من على ظهر الجمل. أدهم قال: اتأخرت كده ليه؟ معلش بقى، على ما خلصت تسوية الكبش وهو غاب كتير على النار، بس أنا سويته كيف الزبدة، هتاكله وتدعي لأخي إن شاء الله بالشفاء. انتي جايبة لنا خروف بجد؟ لا يا عم محمود، ده بعيد عن شنبك اللي شبه شنب الصرصار. هو انت دفعت فلوس علشان تاكل؟ هو ما دفعش لكنه جعان. اتصدق يا اخوي ووكله معاكم، ربنا يجعله بألف هنا وشفا. بصت ناحية ولد صغير عمره حوالي 13 سنة، كان شعره واقع خالص من الكيماوي، وقالت: بترجاكم بس وكل اخوي الصغير معاكم، انا كان بيدحش له وكل كيف مجال ولد الخلهات، بس انا قلت يكون معكم افضل وهو يلاقي حد يخرجه من الاكتئاب اللي فيه. ده طبعا ينور، هو اسمه ايه؟ اسمه كروان. لا ده الحاج اقصد والله، امنه وكروان فين دعاء وين هنادي يما. وهو برضيك انت بتقول لك ده؟ انا قلت الف مره من هنادي اللي جميع الناس بتسالني عليها. اصلا احلفي أمنة وكروان، وما تعرفيش دعاء الكروان لنجيب محفوظ؟ وهو والله ما بعرفها ولا هي ولا نجيب. أدهم اتغاظ من محمود إنه بيتكلم معها، بص له وقال: روح كل مع الوحوش اللي بتاكل، أنا هتكلم معها وجيلك. محمود بص على الأكل وقال: ده مندي صح؟ في مندي صح؟ انت بتعرف المندي؟ اه طبعا كنت باكله لما كنت بطلع رحلة سفاري، انا رايحة هاكل. ادهم بص لها وقال: هو انت مش هتاكلي يا امنة؟ انا وخست ليا انا والست محفوظة وبناتها وكل ده بعد اذنك، هروح علشان اكل معاهم وارجع الجمال ليها، لاني قلت لها اني هوصل عليه حاجة وهي ما تأخرتش عليا. ماشي روحي كلي مع جارتك واخوكي بالليل، ابقي تعالي خديه هنخليه يغير جو معنا، ما تقلقيش علي خالص. ماني جلجانة بالمرة لانك شخص شهم ومحترم. امشي انا بقى، سلام يا ولد الخالة. راحت تركب الجمل وهو بيبص عليها، اتدور وبص عليهم لقوهم بياكلوا بسرعة، راح قعد وسطهم ياكل وهو بيقول: انا مش قلت لا تقلق؟ لا لا تقلق خالص صدقتوني، بس البنت حلوة قوي قوي يا ادهم. محمود احترم نفسك يا اخي واطفح واحترم الباشا اللي قاعد معانا. انا مش كنت بقول من شوية اني بنات بلدك احلى؟ انا غيرت رأيي يا ادهم، اعتبر اني ما قلتش حاجة خالص. انتوا بتتحدثوا عن من؟ قولوا لي وانا شارك معكم الحديث. مفيش يا كروان، بيتكلموا عن المعزة المطبوخة دي، ما تاخدش في بالك يا حبيبي. بس دي ماني معزة، دي كبش. كبش وبألفين ونص؟ ده ازاي؟ ده احنا عندنا كيلو اللحمة بربعمية جنيه. لا هادي كبش كان مريض وعلى وشك الموت، جامد خيتي شارية من الحاج اللي بتشتغل عندي ترعى الغنمات، وهو وافق على طول وهو بألف واحد بس. محمد بص بصدمة وقال: يعني احنا كلنا خروف عيان، ويا ترى بقى عيان بيه بالسل؟ ايوه صح، انت كيف عرفت يا اخوي؟ اخوي انت خليت فيها اخوي انت واختك. محمود أمن على الأكل وهو بيقول: ربنا يسامحك يا أدهم، أنا حاسس بغمام النفس وشكلي كده هقع في الأرض، وأنا عاوز أرجع أو مرجع دلوقتي في بقاك يا أدهم قصاد اللي حصل ده، ولا أعمل إيه بالظبط؟ قوموا بسرعة اغسلوا إيدكم وخدوا مطهر معوي قبل ما تمشوا تمقمقوا في المعسكر. الظابط قال كده وكلهم دخلوا يجروا على جوه ما عدا أدهم وكروان والظابط. أدهم قال:
يعني انا هعمل ايه دلوقتي فيك؟ انت واختك اكيد الباشا قاعد هنا مستني علشان ياكلني الاكل ده وانا مش مأمأ. انا اللي قلت الكروان في ودنه يقول كده اصلا، لان هو وانت ما كلتوش، فكان لازم اقوم الوحوش دول من على الاكل قبل ما ياكلوا العظم كمان بتاع الخروف. ادهم بس الكروان وقال اخصالك يا كروان، بقى تعمل فيه انا كده؟ الباشا قال لي اقول هذا الحديث وكان لابد اني اسمع حديثه كله. طب يلا يا غلباوي. قعدوا ياكلوا والضابط قعد معهم لحد ما خرج محمود وهو حاطط ايده على بطنه وقال هو انتوا بتاكلوا؟ بعد اللي اتقال ما انا حكمت عليه ياكل الاكل اللي لسه علشان هو السبب فيه. يلا كل يا ادهم. صح كده يا باشا، انا لو منك اكله حتى العظم بتاع الخروف جزاء للي عمله فينا. بعد ما خلص ادهم اكل هو وكروان ضحكوا وقال الضابط ما انا كان لازم اقول لكروان يقول كده علشان تسيبوا اكل الغلبان اللي السبب في انكم تاكلوا لقمه نظيفه. قال انه بغلب عليا قوي، عاوز انام. وانا كمان والله يا باشا. محمود قال ده المعسكر كله جوه نايم زي ما يكون الاكل في منوم. طب وانت ما نمتش ليه؟ ما انا نايم اهو، انتوا نايمين زيي بس بتحلموا على فكره، انا هفضل صاحي. دخلوا كلهم بعدها جوه وناموا. جت امنه بعد شويه فضلت تنادي لحد ما خرج كروان وقال الكل نايم يا خيتي، شكله كده الاكل كان سمين عليهم، شكلهم كده اول مره ياكلوا اكل زين. يلا بينا نمشي من هنا، الساعه داخله على 10 وانا عايز انام علشان بكره ميعاد جلسه الكيماوي بتاعتك وكنا عايزين نروح من بدري على المستشفى. ماشي يا خيتي، ماشي وراي. يلا مشي وروحوا على البيت. وبعد كم ساعه صحي كلهم على يوم جديد. وقتها الضابط محمود قال بصدمه مين اللي كان نبطشي احرس بره المعسكر؟ انا يا عماد باشا. انت يا محمود، المعسكر اتسرق منه الأسلحة كلها ودي مصيبة كبيرة، أنا كمان هتجازي فيها. أنا ما أعرفش إيه اللي حصل، والله أنا كأني كنت متخدر. أكيد البنت اللي أدهم خلاها تعمل الأكل هي السبب في اللي حصل كده، أكيد خدرت الأكل علشان تدخل هي والعصابة اللي معها يسرقوا المعسكر. مش معقول يا باشا، دي بنت غلبانة وملهاش في الكلام ده. أكيد اللي عمل كده مجموعة من الإرهابيين اللي كانوا موجودين هنا في سينا، اللي البدو نفسهم اشتكوا منهم كتير من اللي بيعملوا فيهم. وثم إن مش هنا في كاميرات، أكيد الكاميرات هي اللي هجيب من اللي عمل كده وإحنا نايمين. تمام يا أدهم، أنا هفتح الكاميرات حالا ونشوف مين اللي عمل كده، بس لو هي أنا مش هرحمك يا أدهم علشان أنت اللي دخلت بنت زي دي هنا. راحوا فتحوا الكاميرات. وقتها لقوا أمنة جت وندهت على أخوها وأخدته وروحت. وبعدها بساعة جبنة عرب كتير ركبين جمال نزلوا منها، كان محمود نايم رشوا على وشه بينج ودخلوا على المعسكر. وبعدها خرجوا بكل حاجتهم من جوه وخرجوا حطوها على الجمال ومشي بهم. أدهم قال أهي ما طلعتش البنت، أنتوا ظلمتوها، ممكن تكون مع البنات اللي دخلوا لأنهم لابسين زي ما هي بتلبس على فكرة، وكلهم كانوا مغطيين وشهم. أنا مستقبلي ممكن يروح بسبب العهدة اللي اتسرقت دي، أنتوا تقلبوا الدنيا على البنت دي وهي اللي هتوصلنا لكل ده. استنوا، مش البنت دي اخوها اسمه كروان وعنده كانسر؟ اكيد معهد الاورام هو اللي هيقول لنا عنوانها فين بالظبط. اتصل الضابط بحد في المعهد لحد ما عرف انهم لسه ماشيين من المعهد وعرف عنوانها. وقتها اخد ادهم وراحوا على بيتها، وقفوا قدام الباب يحضروا كلام يقولوه. وبعدها راحوا خبطوا على الباب، فتحت امنه الباب وقالت يا مرحب نورتوا الديار. بلا نورتوا بلا ضلمتوا، انا دلوقتي اتسرق من المعسكر كله الاشياء المهمه اللي فيه، انا عايزه اوصل لهم. لو كنت السبب في انك تدلي هم على المكان يا ريت تعرفيني علشان انا مستقبلي كده هيضيع، وانا مستعده اديكي الفلوس اللي تطلبيها. ماني فاهمه شيء، ايه اللي جرى يا ترى؟ ادهم قال مش فاهمه ازاي الحاجه اتسرقت بتاعتنا كلنا، ارجوكي لو تعرفي تدلينا على اللي عملوا كده يبقى كتر خيرك. او بصي الفيديو اهو اللي الكاميرا اتصورته اللي دخلوا علينا واحنا نايمين، بالله عليكي لو تعرفي حد منهم قولي لنا واحنا مش هنجيب سيرتك. البدو اشتكوا كتير من الناس الغلط اللي موجودين هنا اللي ما قبضتوش عليهم، ما احنا هنقبض عليهم ونواجههم ازاي وحاجتنا كلها اتسرقت؟ دول سابونا ما حلتناش غير ولعت السجاير. تمام وريني الفيديو يا ولد الخال. فتح ادهم الفيديو وقال هي دي صورهم. ها عرفت حد منهم؟ لا ما عرفت حد منهم. ارجوك بعد من هنا، انا ماني عاوزه مشاكل لراسي. ما تخافيش احنا اللي هنكون في الوش، انت مش هتباني خالص. لا ما هقول شيء، انا ما بعرف شيء عن اللي بتقولوه. وجات تقفل الباب، الضابط مسك الباب وقال انا هاخد اخوكي في الحبس الانفرادي علشان تعرفي مين هي الناس دي. لا
أخوي لساته واخد جرعة كيماوي، ما بيقدر إنه يروح لأي مكان. أنا هقول كل شيء أنا بعرف، قولي وخلصينا. دول عصابة كبيرة بتشتغل لصالح الشيخ مسعود، وهو عامل نفسه هنا إنه شيخ بيدار ولا الإسلام، لكن الإسلام بريء مني ومن أشكاله البشعة. المهم الشيخ مسعود بياخد الأشياء بتاعتكم هاد علشان يتخانق بيها مع المسلمين اللي زيه، لكنه قليل الدين ما بيعرف شيء عن رب العالمين، لأن الإسلام نهى عن ترهيب البشر، وهو يموت في ترهيب البشر علشان يخشه ويبقى كيف ما هو الشيخ مسعود. تقدر تودينا ليه؟ انت بتسألها يا أدهم، ده غصب عنها مش برضاها. لا منو غصب عني، كل شيء برضايا، لاني بخشاه، لانه بده يتجوزني وانا ما بدي اتجوز واحد مثله. دلينا عليه وانا هجيب لك حقك منه. انا هنظر لاخوي واجي معكم حتى ادلكم على مكان المعسكر تبع لمسعود. راحت بصت على اخوها وقفلت الباب ونزلت معهم، راحت للمعسكر بتاعهم. الضابط قال الحل ايه؟ احنا لازم يبقى معنا حاجه ندفع بها عن نفسنا. انا بعرف المخزن اللي بيخزن فيه مسعود الاشياء اللي بيسرقها، وما بيوقف عليه سوى اتنين فقط من رجالته، واحد طويل واسمر وواحد قصير واسمر. وانت بتعرفيهم ازاي بقى؟ انا ياما رحت هناك وسرقت الوكل اللي بيفض منيهم. لا تقلق انا شريفه ومالي في الكلام المسخ ده. ادهم وقتها ابتسم على كلمتها وقال وانا متاكد من كده. وبعد شويه الضابط قال انا كده جمعت كل المعسكر، يلا بينا احنا هنروح من غير حاجتنا، بس الدفاع الوحيد عن النفس هي الايد. يلا يا رجاله ربنا يعينكم. راحوا كلهم على هناك ورا امنا لحد ما شاورت على المخزن واستخبت ورا الصخور تشوف ايه اللي هيحصل. فجاه شافت ادهم بياخد خبطه جامده، وقعته على الارض فقالت وهو دول شكلهم هيموتوه، انا هروح احاول انقذه. قربت منه وباقي الرجاله بيتخانقوا مع الشابين اللي واقفين على المخزن. امنا قالت انت زين يا ولد الخاله، قلقت عليا صح؟ لا مش كده الجوي، انا حسيت بس اني روحي بتسحب مني. افهمين كده ايه؟ بهزر معاك عاد. يلا يلا جنبجة علشان الرجالة محتاجينك معاهم. محمود بصوت عالي قال يلا يا نحنوح علشان ندخل ناخد حاجتنا. ادهم اتحرج وقال انا هدخل معاهم، خليكم هنا ولا اقولك استخبي ورا اي صخرة علشان تبقي في امان محدش يقرب منك. لا تقلق يا ولد الخالة. ادهم ابتسم وقال انا مش قلقان يا بنت الخالة غير عليك انت وبس، يلا يلا روحي اعملي اللي قلتلك عليه. وسابها ودخل المخزن وهي استخبت ورا صخرة لحد ما شافت عربية جايبة بضاعة دخلها المخزن. وقتها قالت بخوف يا دي المصيبة، كيف اقول لولد الخالة دلوقت على اللي قدامي؟ اعمل ايه يا رب؟ الهمني بفكرة من عندك. حست بخوف لانه كان في رجالة كتير ودخلوا بالبضاعة المخزن. وقتها قالت خلاص راحوا ولد الخالة، راحوا زينة الشباب الله يرحمهم. وراحت بعدها على بيتها وهي حزينة. وتاني يوم راحت قدام المعسكر وهي حزينة بتفكر في اللي حصل، لقت محمود واقف في مكانه. راحت عليه بسرعة وقالت ولد الخالة زين، اقصد ادهم زين. ادهم زين مين؟ انا اللي اعرفه سمو زين. انت ايش اللي بتقوله ده؟ بقول لك المعسكر رجع بعد الرجال الكتير اللي دخلوا المخزن في المساء. الحمد لله ده احنا خلصنا عليهم كلهم، ما تقلقش علينا. زين زين طب ادهم بردك كويس؟ انت تقصدي ادهم الغرباوي؟ كويس وقعد جوه علشان بيلم في حاجته. عقبالي يا رب. انت تقصد ايه؟ هو هيتجوز؟ لا هو مسافر يقعد يومين في بلده. عقبالي انا حاسس اني بقالي 100 سنه هنا، البلد هنا صعبه قوي والعيشه فيها صعبه قوي. لا دي اجمل عيشه واجمل حياه هنا في البلد دي. ادهم خرج بشنطته ووقف قدامها بابتسامه وقال روح انت دلوقتي يا محمود، اقف مكاني. محمود راح وقف مكانه. ووقتها ادهم قال لأمنة اقول لك على حاجه قبل ما اسافر، قول انت بصراحه كده هتوحى؟ ما كملش الكلمة لأن الموبايل هرن، فردت وقالت أيوة يا أخوي. الحقيني يا خيتي، رجالة مسعود خطفوني وبيقولوا إنهم عاوزينك أنت وشكلهم كده هيموتوني. فجأة سمعت صوت غريب بيقول أنت بتخوف البناية عليك ليش يا ولدي؟ ما إحنا ما نعاوزين نموتك، إحنا عاوزين أختك الشطورة. ما في حد يقرب من أخوي، أنا جاية فورا أرجوكم، ما في حد يبص له حتى. قفلت الموبايل وحطت إيدها على قلبها. وقتها أدهم قال هو في إيه؟ مالك؟ أخوي اتخطف، رجالة مسعود خطفوه وقالوا لي رجوع أخوي مقابل إن أروح مكانه، أكيد عرفوا إن اللي دلتكم على مكان المخزن، أكيد هيسوموني. لا لا أنا حاسس إنه كمان لكي، بصي ما تروحيش في مكان إلا لما تجي معاكي، أنا هرجع شنطتي تاني علشان ألغي إجازتي. دخل شنطته وراح معها. فجأة جت عربية وقفت قدامها ونزل منها شابين أخدوها في العربية ولبسوهم أقنعة وراحوا على مكان مسعود. وأول ما وصلوا اتشال
حالة الأقنعة ودخلوها لجوا مسعود. مسعود قال: من هذا الشخص يا ابنة؟ بيكون خطيبي. كيف؟ كيف بتتخطفي وانت على ذمتي؟ ذمتك؟ ذمتك كيف وانا ما مضيت على ورق جواز ولا اي شيء؟ انت بتقول ايه يا جدع؟ انت فين كروان؟ خلص راغي. الواضح ان خطيبك حد في المعاملة يا امنة. كيف بتتجوزي واحد مثله؟ انا قلت لك هسخر لك كل شيء هنا في القبيلة مقابل انك تبقي زوجتي. بترفضي عرض جوازي وبتقبلي بمثل هذا الشخص؟ وين اخوي؟ شكلك مستعجلة كتير يا امنة. بقول لك ايه، فكك من جو دعاء الكروان ده وقول قول فين الولا احسن لك. انت ما تعرفنيش، طلعت حد زيادة عن اللزوم يا شخص. بقول لك ايه، الواد فين؟ احسن اجيب عليها واطيها. ما في حد بيدخل هنا في قبيلتي وبيقدر ينظر لي. كيفك انت بتتجرأ بتقول ايه؟ ممكن اقول اكتر من كده كمان. قرب من مسعود وحط ايده على رقبته وفضل حاطط ايده، ومسعود مخنوق من ايده وقال: ادهم لو كروان ما ظهرش حالا الاستاذ اللي خارج من فيلم قديم ده انا مش هسيبه غير لما تقروا عليه الفاتحه. قولوا له وين مكانه الكروان. لا خلهم يجيبوا لي كروان هنا بسرعه ويروح مع اخته. فجاه دخل الضابط عماد ومعه المعسكر. ادهم قال: معلش يا باشا مش هقدر اعمل لك تمام، انا بلغت الاسم وزمانهم جايين علشان يقبضوا على المجرم ده. وانت عرفت مكاني ازاي؟ محمود سمع كل الحوار وجواراكم وفضل ماشي بعربية الجيش لحد ما عرف المكان وكلمنا جينا كلنا وراه. هو اي نعم هيتجازى علشان يبقى يسيب المعسكر ويمشي، لكن الجزاء هيبقى حاجة بسيطة علشان عرفنا على مكان المجرم. دخل كروان بسرعة وراحت امنة علي وقالت: حبيبي كيفك؟ انا جلقت جوا عليك. لا تجلقي يا امنة. ها ده انت علقت بقى يا ادهم على الكلمة دي. فجأة الرجالة جت اتكترت وهجموا على رجالة الجيش. امنة اخدت اخوها وجريت على برة وسابتهم بيتخانقوا مع بعض وروحت على بيتها وهي بتنهج ومعها اخوها. كروان بحزن قال: كان نفسي اكون شجاع مثليهم. وما خاف يا خيتي، انت لستك صغير، اكيد لما تكبر راح تصير اشجع منيهم كلياتهم. تفتكري في حد ممكن يموت؟ وقتها افتكرت ادهم وقالت: ربنا يستر يا خي، ربنا يستر. عدى اليوم من غير ما تعرف حاجة عن أدهم، وبعدها بيومين كانت راحة تطمن عليه. وقتها شافت محمود قاعد حزين. أمنة قالت: شنو اللي جرى يا هذا؟ اللي جرى كتير قوي يا أمنة، انت ما سألتش ليه بعد اللي حصل ده؟ حصل مصيبة كبيرة. في حد جرى له شيء؟ اتنين استشهدوا. أمنة وقتها وقعت على الأرض ما كانتش حاسة برجليها. محمود قال: في ايه؟ مالك يا أمنة؟ أمنة ما كانتش بترد. طلب الإسعاف جو خدتها المستشفى، وبعد كم ساعة فاقت على صوت أدهم جنبها بيقول: انت كويسة يا أمنة؟ أمنة قامت قعدت على السرير وفركت عينيها بفرحة وقالت: كيفك يا ولد الخالة؟ كويسة اهو الحمد لله. انت خفتي بجد اني اكون من ضمن اللي ماتوا؟ اكيد. وحزنت كمان، ده انا بزعل على الغنمة اللي بتموت. يبقى ما هزعلش عليك. غنمة؟ طيب هو انت هنا في المستشفى ليه؟ انت علشان قاعدة على السرير مش شايفة رجلي. بصت أمنة على رجله وقالت: انت رجلك انجرحت؟ لا اتكسرت. وقعت أمنة على مسافة كبيرة بعد ما اتصبت في ايدي، ده كان يوم ما طلع له الشمس بس الحمد لله قبضنا على المجرم. المهم انا عاوز اتجوزك. انت بتقول ايه؟ عاوز اتجوزك. ايه عندك مانع ولا على ذمة حد تاني؟ لا انا مش على ذمة حدا، بس انا مكرسة حياتي لاخوي، ما بقدر اني اتجوز، اخاف عليه من المرض والوحدة. اخوكي هو اخويا، انا احطه في عيني. ما تخافيش، يلا بينا هرجعك بيتك علشان امي زمانها على وصول. انا قلت لها اني معجب بواحدة وهي جاية علشان تشوفك. بلاش بقى ترفضي، ماني موافقة. صدقني انا ما بقدر اتجوز ولا اتجوز ولا اتجوز اي حد علشان اخوي. انا مستعدة اقعد عمري كله من غير ما اتجوز. انا ماشية. ابقى خلي بالك على حالك يا ولد الخالة. ادهم زعل من رفضها لي وهي سابته وخرجت من الاوضة. وبعد شوية جيت والدته علشان تشوفه في المستشفى. تهيرة قالت: اخبارك ايه ادهم؟ انت كويس؟ انا قلقت عليك قوي يا روحي. لا تجلجي. ايه؟ ادهم افتكر كلام امنة وبعدها بص الام وقال: انا كويس يا حبيبتي. المهم بقولك ايه، انا المفروض اخرج من المستشفى النهاردة، يلا بينا يا امي. هترجع معي ازاي وانت رجلك مكسورة؟ مش هتقدر ترجع من سينا للقاهرة؟ لا هقدر، شوف اي تاكسي ياخدني يمشيني من هنا. يلا يا امي. تاكسي؟ انت متأكد؟ ايوه متأكد، انا من بعد اللي عملته هنا واللي حصل لرجلي اكيد هاخد راحة لحد ما رجلي تخف، واكيد يعني الشهر اللي لسه لي هنا في الجيش خلاص هيخلص في المدة دي. انا هكلم
واحد صاحبي يجيب لي الشنطة بتاعتي علشان نسافر دلوقتي. تمام يا حبيبي. أدهم كلم محمود يبعت له الشنطة، بس وقتها محمود بعت الشنطة مع أمنة اللي كانت واقفة قدام المستشفى مش عارفة تعمل إيه، تسلم قلبها للي حبيته ولا تفضل هنا في البلد ترعى أخوها، لحد ما أخدت الشنطة وطلعت فوق لأدهم وقالت الشنطة هي ولد الخالة. ولد الخالة؟ هو أنتوا بتنادوا بعض بكده؟ ما نو أي حد بنادى عليه كده، إحنا بنادي الإخوة بس اللي ليهم مواقف جدعانة معانا. وأدهم ربنا يحميه تطرني في مشكلة كبيرة وما قال لحد. هو أنت والدته؟ سهيل لسه جاية ترد. أدهم قال بعصبية أنت إيه اللي رجعك هنا تاني؟ وأخدت الشنطة دي إزاي؟ إيه ده يا أدهم؟ أنت بتكلم البنت كده ليه؟ ما بالراحة شوية يا أخي، مش جبت الشنطة؟ يلا مع السلامة. أنا مشيت من الأول وأنا ماني قادرة، ماني قادرة إني أمشي، ماني عارفانة أخطر من فيكم. ما أنا قلت لك يا أمنة أنا هراعي أخوكي وهو في عيني، وأنا عمري ما هاجي على بني آدم ضعيف وده مريض ومريض بمرض صعب. أنا مقدر موقفك صدقيني، والله أنا هفضل معاكي لحد ما يخف ويبقى بخير. خلاص أنا موافقة. أخيرا يا أمنة، يا أم أنشف راس في الدنيا. هي دي البنت بقى اللي أنت بتكلمني كل يوم كلام عنها؟ هي بصراحة يا أدهم يعني طلعت أحلى بكتير مما تخيل. خلص يا حبيبي ربنا يوفقكم. يلا جهزي نفسك يا أمنة علشان هعمل لكم فرح، مصر كلها تتكلم عليه. واتجوزت أمنة أدهم وهو كان قد وعده لها، وكان بيروح بأخوها معهد الأورام في الوقت اللي الحملة تعبها ومش قادرة تروح، لحد ما خف وبقى كويس وعاشوا كلهم في سعادة مع بعض. ونقول توتا توتا، خلصت حدوتتنا النهاردة، واستنوني في حكايات وروايات تانية كتير. واللي وصل معنا لآخر الحلقة يعمل اشتراك للقناة، لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.